مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم معنا، ونهاركم مبروك. وحنا كنتواجدوا بالدار البيضاء وبالضبط في الخط 900 نهايه السير ديال الخط 900، يعني من هنا كيركبوا اللي بغى يمشي للمحمديه، وبالاتجاه الاخر اللي بغى اللي راجع من المحمديه. يعني اليوم هذا الخط تحبس، ما بقاش كيدخل المحمديه. طوبيس 900 ما كاينش، يعني في الصباح على حساب الناس اللي قالوا لي، كانوا ناس غير دايزين لنا قالوا الصباح كان اكتظاظ، كان هكا في الصباح بكري الناس كانوا غاديين للخدمه او هكا، فما لقاوش الطوبيس. قالوا ليهم راه محبوس ما كاينش الطوبيس، هذا الشيء هو التعليل اللي عندهم، ما كاينش تفسيرات اخرى غير ان الطوبيس ما كاينش. البارح كان الطوبيس ديال 900 غير عند الدخله ديال المحمديه كيهبط الناس، ما كيدخلش حتى لداخل ديال المحمديه، كيهبط الناس ويرجع. واليوم الحافله ما كايناش، اذا ها هو الناس ما كاينينش اللي مولي معتادين انهم كياخذوا الخط 900 الرابط بين الدار البيضاء والمحمديه. كنعرفوا ان يعني من بعد القرار كاين مدن اللي ما يدخل منها حتى واحد، ما يخرج منها حتى واحد، دار بيضاء، مراكش، تطوان، طنجة، فاس، مكناس، برشيد، سطات. فبالتالي يعني بين المحمدية والدار بيضاء ضروري خص يعني تعليل ديال الخروج من المدينة، اما العمل او لا رخصة مسلمة من السلطات، لكن لا قدر الله وقع شي حاجة. الطوبيس ما كاينش، يعني كاين غير الطاكسيات كيهزوا ربعه ديال البلايص. البارح كنت سولت الطاكسي قال لي ان الطوبيس كيهز بزاف ديال الناس، فبالتالي مساله كانوا كيحبسوا على الدخلات المحمديه. بالنسبه للطاكسي كيهز ربعه ديال الناس، ماشي مشكل انه كيتحرك. دائما حنا في نهاية السير ديال الحافلة، بداية ونهاية السير ديال الحافلة 900. هنايا كيركبوا الناس اللي غاديين المحمدية، وبالاتجاه المقابل أنا غنقرب الصورة، هنا نهاية السير، الناس اللي جاي من المحمدية كيهبطوا. وهنايا بداية السير اللي غادي للمحمدية. كاين تعليق، واش حتى بوسكورة معنية بالأمر؟ لا، بوسكورة كيمشيو ليها الطاكسيات، ما كاين حتى شي مشكل، ولكن الطاكسيات ديال المحمدية راه كيديو الناس، راه غير الطوبيس اللي تحبس، هاد الأثناء الطوبيس اللي تحبس. الطاكسيات مازالين خدامين. ليلى كتقول الناس سافروا البعيد وكازا ومحمديه اللي قراب مانعينهم. هو بالنسبه للطاكسيات راه كاين تنقل في الطاكسيات، كاين التنقل ديال القطار. الحافله اللي ممنوعه هاد الصباح تمنعات، البارح كانت كدي الركاب كتحطهم على الدخله ديال المحمديه، ما كتدخلش المحمديه، الدخله كتحط كترجع، اليوم تمنعات. اذا مشاهدي، ما بقى لي الا نودعكم ونذكر بلي يلاه التحقوا ان الخط 900 الرابط بين الدار البيضاء والمحمديه محبوس، ما كاينش. الناس في الصباح جاوا كان اكتظاظ هنا، بغاو يمشيو للعمل ديالهم او لا الاغراض ديالهم، فما لقاوش الطوبيس، ما عرفوش علاش. تاكسيات خدامين، القطار خدام، ولكن الحافله ما خداماش. هنا بداية السير ديال
حافلات سامية، وبالمقابل نهاية السير، يعني هاي نهاية السير، ها بداية السير، الطوبيس ما كاينش والناس ما كاينينش. إذا مشاهدينا دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.